مجمل الفعاليات في الفترة الماضية كان العمليات التعرضية 155 عملية الحقيقة، قتل إرهابي كان 5، أيضا إلقاء القبض على إرهابيين 95 إرهابي، وكثير من الفعاليات الأخرى. أيضا هناك مختلف الأنواع الأعتداء والأسلحة تم مصادرتها، تدمير عبوات ناسفة بحدود 571 عبوة، مصادرة أسلحة مختلفة، وكذلك العثور على قنابر وأيضا صواريخ. تبقى مسألة ضبط الحدود وتوجيه القائد العام، تم نشر العديد من الكاميرات. عندنا منطقة بحدود 220 كيلومتر بين تل صفوق وجلبارات، تم لحد الآن تهيئة منها 160 كيلومتر بنصب أسلاك شائكة وكاميرات، وكذلك حفر خندق بعرض 3 أمتار وبعمق 3 أمتار.